مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجوية اللي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تي في. إذا نبداو نشرتنا الجوية بالصورة اللي اخترناها لكم لنهار اليوم. نروحوا بكم حتى المدن الجميلة، نتواجد بلادنا الجزائر اللي تشهد العديد من الأماكن الأثرية. نروحوا بكم بالضبط لقسنطينة. إذا بالنسبة للوضعية المرتقبة حسب آخر نماذج وحسب مصلحة الأرصاد الجوية، إن شاء الله نحن على موعد أقول مع أجواء خريفية بإذن الله. بداية الأمطار إن شاء الله تنبؤوا أنها راح تبدأ ابتداء من يوم الثلاثاء على الجنوب الغربي، بعد ذلك تصل إلى الولايات الغربية، بعد ذلك إذا حتى الولايات الساحلية الوسطى والغربية. إذا ابتداء من يوم الأربعاء إن شاء الله تكون أمطار تعم على العديد من الولايات إن شاء الله، والله أعلم. بالنسبة للوضعية المرتقبة مع فجر نهار الغد إن شاء الله الثلاثاء، اذا بعض السحب الكثيفه نترقبوا انها تكون في الموعد. امطار ان شاء الله تستمر مع الفجر اللي بدات مع غدوه، ان شاء الله تستمر ان شاء الله على سطيف، رعود منعزله ان شاء الله على البويره حتى البيض مشريه ونعامه. درجه الحراره ان شاء الله درجه حراره منخفضه، البروده رانا نحسوا بها مع الفجر الحمد لله. اجواء خريفيه ان شاء الله بدات على اغلبيه الولايات، 16 درجه حتى 18 درجه على الولايات الساحليه الوسطى، 16 درجه على قسنطينه ام باقي، ترتفع بمقياس درجتين على سطيف، باتنا، خنشلة، اريس، عينازال، عين ارنت وراس الواد. كذلك بالنسبة للولايات الصحراوية على العموم درجة الحرارة تروح من 25 تلحق حتى 29 درجة مئوية كعلى مقياس بوسط الصحراء. إذا نحن نشوفوا الوضعية المرتقبة إن شاء الله بعد ظهيرة نهار الغد نترقبوا بعض أمطار إن شاء الله تكون في المواعيد كما سبق وذكرنا على أغلبية الولايات من الناحية الغربية، الولايات الصحراوية على تندوف على منطقة الثورة، كذلك تبقى بعض الرعود المنعزلة ان شاء الله باذن الله على البويره على البيض مشريه ونعامه. امطار بدات ليله البارح تستمر ان شاء الله على ولايه الهضاب العليا، اغلبيه ولايه الهضاب العليا ان شاء الله. سحب كثيفه اجواء نحضوا انها راح تكون غائمه مع احتمال تساقط بعض الزخات من امطار على الساحل الوسطى الشرقيه والغربيه، كذلك ثوب عمليه تبقى نشطه. نقول المشاهد الكريم الحيطه والحذر خاصه لمستعملي الطرقات ان شاء الله على تندوف على ادرار تمنراس صالح اقصى الجنوب وجانت. كذلك درجه الحراره ان شاء الله درجه حراره في معدلها الفصلي، وهذا على اغلبيه الولايات الساحليه الداخليه ولايه الهضاب العليا، 28 درجه مئويه على العموم على الولايات الساحليه الوسطى، ترتفع بمقياس درجه واحده بإذن الله. إذا على عنابة، طارف، سكيكدا، القالة، 27 درجة مئوية على وهران، مستغانم، سعيدة. بالنسبة للولايات الهضاب العليا بعد من الداخلية تبقى سخانة في الموعد، لكن ابتداء من هذا الأسبوع الأربعاء إن شاء الله حتى الأسبوع القادم راح يكون هنالك انخفاض في درجة الحرارة على الولايات الداخلية والولايات الهضاب العليا من 5 حتى 6 درجات إن شاء الله. بالنسبة للولايات الصحراوية نسجلوا مقياس 130 درجة مئوية على منطقة الثورة، ترتفع بمقياس درجة واحدة على غردايا، زلفانة، بريان، 40 درجة على ورقلة، تقرد، حسيم سعود وحسي بركين، و43 درجة مئوية تحت الظل بأقصى الجنوب، برج باجي مختار، إنقزام، إنزاوا وأباليسا. حالة البحر إن شاء الله مشاهدينا الكرام على العموم البحر راح يكون مضطرب، وهذا على طول الشريط الساحلي نتيجة الرياح راح نشوفوها إذا على أغلبية خاصة الولايات الساحلية الوسطى الشرقية والغربية. إذا البحر راح يكون هايج مضطرب على أغلبية السواحل خاصة على سواحل العوان حتى تنس دلس، هنا على سواحل العوان حتى تنس دلس لحق سرعة الرياح 40 كيلو كيلومتر في الساعة، 30 كيلومتر في الساعة على سواحل الشرقية والغربية مع اتجاهات رياح مختلفة. إذا نقول للمشاهد الكريم لهنا عقنا الختام موعد نشرتكم الجوية الرئيسية لأنها الغد الثلاثاء إن شاء الله، نختمها بشروق وغروب الشمس. الشروق على الساعة 6:28 دقيقة صباحا، أما الغروب على الساعة 7 بالضبط مساء. نقول لكم لمزيد من المعلومات أكيد ما عليكم غير تزوروا مواقعنا اللي راهي دائما في خدمتكم. أبقوا مع برامجكم على قناتكم قناة الوطنية تي في. أبقوا على خير، متابعة شيقة، أبقوا على خير، تهلاو في رحتكم.